ازدياد الطلب على الكتب العربية طبعا بسبب ازدياد عدد المواطنين العرب من عدة دول الموجودين في تركيا وتحديدا في اسطنبول، فبالنتيجة تم يعني طلب الكتب العربية بشكل أكبر، وبناء عليه ازدادت عدد المكتبات اللي عم تبيع الكتاب العربي. نفس الشارع ما شاء الله بيجي يشتري من عندكم بالعادة. مكتبة وسم ليست فقط مكتبة، وإنما هي مكان يعني أول شيء يستطيع الشخص الذي يأتي إلى المكتبة أن يجلس ويطلب يعني يقرأ كما يريد، فهي مكان للقراءة بالدرجة الأولى، ثم لبيع الكتب، ثم للنشاطات الثقافية. يعني إحنا أقمنا معارض فنية، أقمنا حفلات توقيع لكتب عديدة، منها كتاب صيف أفغانستان طويل للدكتور أحمد موفق زيدان الأسبوع الماضي، وكتب أخرى أيضا. كيف الشباب؟ الحمد لله. قلت لي 4:30 تجوا. لا 3:30. احنا وصلنا 4:30. بس قول مثلا نحن يعني ما بدي اقول لك شو بقول، بس انه ليش محمد ما تقول شو اخبارك؟ حبيبي انا هعمل حل لهذا الموضوع، كل شيء هتعمل خدمة. الكتب اللي بنهتم فيها بالمكتبة هي الكتب الفكرية، من إسلامي معاصر، كتب تاريخ، كتب سياسة، كتب فلسفية، علم نفس، أطفال، قسم الأطفال كمان مهتمين فيه بقصص وسائل تعليمية، تنمية، ذكاء، بالإضافة لبعض لقسم بسيط للكتاب التراثي. نحن من يعني الخطة الموضوعة حيكون في ندوات طبعا لمؤلفين أو نستضيف روائيين معروفين، لكن بسبب جائحة الكورونا يعني نحن هذا الشيء أجلناه لحتى يعني تنتهي شوي الأزمة، ولكن استبدلنا هذا الأمر بمعارض أو مهرجانات بسيطة ضمن المكتبة عنا، اللي هو مثل مهرجان الكتاب العربي. تقريبا يعني خلال سنة هذا المهرجان الثالث نحن عملناه، يعني لمساعدة قدر المستطاع للمشتري، تخفيف الأعباء عنه، أعباء الدفع. هل أبرز الصعوبات اللي تواجهها دور النشر والمكتبات العربية هنا في تركيا؟ أظن رقم واحد هو توفير الكتاب من الدول العربية، من مختلف الدول العربية إلى تركيا. مسألة الشحن ومسألة الجمارك هي من المسائل جدا مهمة، لأنه تعرف عالم الكتب هو بحر، فبالتالي توفير كافة الكتب من كافة اختصاصات الثقافية والفكرية وحتى العلمية التخصصية، يعني وجود جالية عربية عريضة هنا في تركيا يتطلب وجود هذا التنوع. المكتبات العربية في تركيا لم تعد مكتبة أو مكتبتين، أصبحنا أكثر من 30 أو 40 مكتبة. جمعنا أنفسنا في جمعية مرخصة هنا في تركيا، الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي هنا في تركيا، في معنا أخوة أتراك مهتمين في نشر الكتاب العربي. هلا هي الجمعية عم تنظم أمور المكتبات العربية، عم تسهل لها بعض الأمور، عم تطلعنا على القوانين والإجراءات والتفاصيل المتعلقة سواء باتحادات الناشرين أو بوزارة الثقافة أو بالأمور القانونية هنا. Thank you.
يعني فينا نقول بنسبة 80% عم يتلبى، في تنوع، في تنوع بين الكتب التاريخية الإسلامية، بين كتب الروايات وحتى الكتب السياسية. طبعا في حرية أكبر بكثير مما كانت في الدول، هذا عم بيخلي في أنواع جديدة ومختلفة متوفرة. فينا نقول تقريبا كطبقة وسطى ممكن يستفاد من كتاب كتابين شهريا، مش أكثر من هيك، أكثر من هيك بتسبب حمل عليه. للأسف إنه في غلاء، لأنه معظم مثل ما تفضلت استيراد من خارج تركيا، فعم بيكون في غلاء بالأسعار.